على وجهك يا ابن الكلب، على وجهك. أنا اللي عملت هذا كله، سفريات المالديف. أحذر ثم أحذر ثم أحذر. القصة كاملة في سالفة المستثمر القطري مع رهف القحطاني، والمشكلة الكبيرة جدا اللي صايرة بينهم، وقصة الزواج وغيرها. هذا الخبر اللي راح نعرفه اليوم في حلقة جديدة من مين مكسر السوشيال ميديا، معي أنا عبد الرحمن السيد، وكالعادة أحب أقول لكم يا مرحبا بكم. الكل يبي يعرف سالفة المستثمر القطري ومشكلته مع رهف القحطاني. السالفة جدا طويلة، بس بعطيكم القصة كاملة من الألف لين آخر شيء صار أمس. أول حاجة، بدأت المشكلة في إشاعة صارت قبل سنة أنه هذا المستثمر خاطب رهف، وطلعت رهف وردت. لا أنا متقدم لها فلان، أنا يشرفني أني أنا أتقدم لك، لكن ما يصير هالكلام يتم تداوله عن طريق السوشيال ميديا، يزعل. دقيقة، احنا ما تفهمنا هم قالوا لك كذا؟ بعدها هجدت الأمور لين ما صارت مشكلة رهف الأخيرة لما قالت زواج المسيار، وفجأة طلع المستثمر القطري بكثير مقاطع كان يهدد فيها رهف بطريقة قوية جدا. الكل استغرب من تهديده لها. بداية الموضوع كان كلام فاضي، نهاية الموضوع محاكم ومراكز، فليحيى القانون، ونروح إن شاء الله المراكز ونروح المحاكم ونحلها هناك. بعدها صار المستثمر القطري كل شوي طالع في بث ويقول أنا شريت وأنا دفعت وأنا جبت لها وأنا فعلت لها. أنا اللي عملت هذا كله، سفريات المالديف، الفشخرة، اللبس، الشنط، للسيارات، الشقق، كان اللي ناقص بس اني اخذ فيلا. ايام كثير كان يطلع فيها المستثمر القطري ويبث وينزل مقاطع، ما كان في اي رد من رهف، لين امس طلعت رهف وردت وقالت كل شيء راح يمشي بالقانون وانها تحتفظ بحق الرد. في البدايه كنت اتوقع ان الموضوع مزحه او استهبال، لين شفت رهف ردت وقررت اتواصل مع رهف والمستثمر القطري، واللي رد علي اول المستثمر القطري، ودخلت معه في بث تيك توك وبدينا نتكلم عن الموضوع. هلا وغلا، اهلا وسهلا بالمستثمر القطري. ولكم يا عبد الرحمن، كيف حالك؟ الله يسلمك. بدا البث وبدينا الكلام، فجأة قال لي انا دفعت لها وانا سويت لها وانا اشتريت لها. فسألته، هل انت تقدمت لها بخطبة رسمية؟ طيب انت الان تقدمت بخطبة رسمية؟ ايه نعم. وصار القبول ام الرفض؟ الاتصال لابوها وقال لا، الراي عندها، طبعا هي اللي ارسلت رقم ابوها يعني. رد وقال انه خطبها وكان يبيها على سنة الله ورسوله. طبعا هو يقول هالكلام ونحن ما ندري صح او غلط لانه احد الاطراف. فجأة صار يقول انه هي رفضت عشان تبي الزواج يكون مسيار. ترى ما اقبل ان انت طالبني زواج ايش؟ مسيار؟ مسيار. وبعدها قال انها كانت تستغله عشان توصل لمبتغاه، وقال كمان انه تقدم لها مسيار مكتوب. هي صح، هو قال تقدم لها. شغل مقطع وريهم شلون، ايش دخلني انا؟ جالس تستغلني علشان توصل لمبتغاك، وبكره تقول لا انا ما اقبل مسيار وتطلع الموضوع ضدي لاني انا ما رديت خبر. يعني انا تاخرت بالرد. انت قدمت مسيار؟ لا انا تاخرت بالرد. لكن في البدايه كان يقول انه تقدم رسمي وعلى سنه الله ورسوله، وبعدين قال انه تقدم مسيار. هنا جربكت المواضيع مع بعض، والناس كانت تكتب لي في الكومنت انه في مقطع قديم له او حاجه زي كذا، وانه كان يسيء للسعوديه. فقلت له هل فعلا في مقطع قديم؟ جاوبه قال لا ما في شيء، كذب. الان الناس قاعده تقول لي انه رسلنا لك مقطع على تيك توك في الخاص انه انت زعلت الشعب السعودي. غير صحيح، غير صحيح. وبعدها قررت اني اشوف المقطع القديم اللي الناس كانت تقول لي عنه في الكومنت. انصدمت وانا جالس طلع المقطع، انصدمت والله، صعقني انه خرج من البث.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلبات الرسائل: شارك فيديو. خرج يا جماعة، ايش فيه؟ هنا اكتشفت انه في شيء غلط، وهو يقول ما في مقطع قديم وكذب. وبعدها اكتشفنا انه في مقطع قديم، مع العلم انه كان يقدر يقول انه مقطع قديم وانا غلط، لكنه ما اعترف بغلطه بخصوص المقطع اللي يسيء فيه للسعودية. للحين الامور ما فيها اي شيء، ولا في اي شيء واضح قدامنا، وهذا كله كان كلام من بن عبد العزيز او المستثمر القطري. ما نعرف، ممكن واحدة من افلام السوشيال ميديا، وممكن حقيقة، وانه فعلا في قضية من جد ما نعرف. صح، نسيت شيء مرة مهم. سعود القحطاني امس دخل معبث وقال له كلمتين عن الاساءة القديمة، خلينا نشوفها. اسمي باسم السعوديين، هذه على وجهك يا ابن الكلب، على وجهك. الشخص اللي يسب السعودية ومقاطعه تجيني ويحسبني بتركها باردة مبردة، انا ديرتي انا خط احمر. كذا كل شيء واضح، ومين غلطان اتوقع كمان واضح، ومين يحاول يطلع على قفا مين كمان واضح. وان كان كلام المستثمر القطري صحيح، رهف طلعت خبرة وما انتبهينا، والله الله عليك يا رهف. بس صح، بقول شيء واحد، شيء مهم وشيء اخير. احذر ثم احذر ثم احذر انك تتعدى على السعودية او الشعب السعودي، لانهم خط احمر. انتهى، نقطة اخر السطر. وطبعين مين مكسر السوشيال ميديا؟ نحن لا مع ذا ولا مع ذا، نقلنا لكم القصة زي ما هي موجودة. المهم لا تسور تسور اشتراك، الثلاث نقاط الفوق اضغط كلمة اشتراك. يعطيكم العافية، انا اخوكم عبد الرحمن السيد، اشوفكم كل اثنين وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية، وكالعادة احب اقول لكم في امان الله.